سكتت الأصوات إلا من طنين أجهزة مراقبة مؤشرات الحياة، تراقب أنفاس من باتوا يصارعون شراسة فيروس كورونا. وشغلت الأسرة في هذه الغرف من مستشفيات قطاع غزة حتى شرفت قدرتها الاستيعابية على الاكتمال. حالات أخرى قد تبدو أقل خطورة رغم قساوتها وصعوبة رعايتها، فهنا يرقد بعض مصابي الفيروس لساعات يومياً لالتقاط أنفاس من الأكسجين. الأعداد في مستشفى الشفاء كبيرة جداً، هناك 93 مريض يرقدون في مستشفى الشفاء، هم مرضى يحملون فيروس كورونا، مصابون فيروس كورونا، وسعة هذه المستشفى 98 مريض. طبعاً ناهيك على أنه هناك تم فتح عناية مركزة جديدة في مستشفى الشفاء، مستشفى غزة الأوروبي، هناك كذا عناية مركزة وجميع الأسرة مشغولة من المرضى. وعلى طريق مواجهة الوباء، أعداد محدودة من الفلسطينيين في القطاع حظيت باللقاح، فاللقاحات التي وصلت في شكل مساعدات ترى منظمات دولية أن غزة بحاجة إلى الكثير منها. الانتشار السريع بين السكان مع الكثافة السكانية العالية ستضع النظام الصحي في قطاع غزة في موقف حرج للغاية، مع ضعف هذا النظام أصلا النظام الصحي لن يصمد طويلا أمام هذه الأزمة. غزة بحاجة ماسة إلى إدخال المزيد من التطعيمات للخروج من الجائحة. على الأرض تتخذ السلطات مزيداً من التدابير تتمثل في إغلاق ليلي يومياً وعلى مدار الساعة يومي الجمعة والسبت، وباقي الأوقات تركت بلا قيود مشددة مع تسجيل نحو 1500 إصابة يومياً. فسير الحياة الذي يبدو طبيعياً في شوارع غزة لا يعكس خطورة الوضع داخل مستشفياتها، وربما يحتاج الناس إلى كثير من التوعية لخطورة الحال كأداة لخفض مؤشر الوباء الآخذ بالارتفاع. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.